يقول السائل: نجد بقايا من قطع الصابون الممسك في الحمامات، هل لنا أن نأخذها ونستعملها لأن أصحابها قد تركوها أم تعتبر لقطة؟ الشيء المتروك الذي لا يريده صاحبه يؤخذ، ليس لقطة. اللقطة هي التي ضاعت من صاحبها، ضاعت من صاحبها ولها قيمة. أما الأشياء التي تركها أهلها فلا بأس بأخذها، أو أنها أشياء لا قيمة لها، أشياء يسيرة لا قيمة لها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد التمرة أخذها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. فدل على أن الشيء الذي لا قيمة له أنه يؤخذ وينتفع به. نعم.